شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هاي ستريت برو رح تقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. استفيدوا هلأ من العرض لأنه فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس بدل 36 دولار، وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. لما بدنا نضعف وندوب الدهون ونعمل جسم رياضي بكل رياحة من دون تعب لا جهد ولا نوادي رياضية، جهاز لجيم فورم 6 باك هو الجهاز لجسم قوي ومشدود وبلا دهون. حارق الدهون جيم فورم 6 باك هو إلكترو ماسكولر سيميليتر، 10 دقايق بس كل يوم وفينا نحصل على النتيجة يلي بدنا إياها. مشتغل على كل الميلات من ورا من قدام وأوبليك كمان لنتأكد إنه كل العضلات عم يستفيدوا بنفس الوقت. سهل الاستعمال وبينحط بلا ما يبين، في 10 درجات قوة يعني بيصلح للمبتدئين كما للبروفيشنال. بيشتغل على البطارية وفينا نستعمله بالبيت بالسيارة أو بالمكتب. فيكن تحصلوا على جيم فورم 6 باك ب 59 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثلها مثل البنات، من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكانة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها على كذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين من الأنف أو الجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصتوا الحلاق تبعكن. ب 30 دولار بتوصل لعندكن فري ديليفري ومكفولة لمدة سنة. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن نسويق على وقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر، بسعر 28 دولار بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. لكل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55.
قديه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار او الاثنين ب 30 دولار بس. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين، وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب 42 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10 على 18، ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 139 دولار بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.